مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم برنامج المصريين المغتربين في كافه انحاء العالم وصال. بنبتدي بنشره اخبار للمغتربين في الخارج. قلصت وزاره العمل السعوديه مده اقامه العماله الوافده الى المملكه لاغراض تجديد رخص العمل من 6 سنوات الى 4 سنوات ابتداء من غره محرم 1436 هجريا، على أن يتم تخفيضها مجددا لمدة 2 سنين اعتبارا من رجب 1436 هجريا. قام الهلال الأحمر الليبي بإجلاء 3 مصريين عالقين بطريق مطار طرابلس الدولي، والذي يشهد قصفا واشتباكات بين المتناحرين في جنوب العاصمة الليبية طرابلس. افتتح سفير مصر في سلوفاكيا معرضا يضم نسخ كاملة من محتويات مقبرة توت عنخ آمون، وهذا يعتبر من أكبر طبعا المعارض اللي تفتتح في سلوفاكيا. استمرارا لجهود السفارة المصرية في قبرص للعمل على استرداد المستحقات التأمينية للعاملين المصريين السابقين في قبرص، تفعيلا للاتفاق الثنائي بين مصر و أيضا هذه الدولة، تم تحصيل مبلغ من المال الخاص بهذه المستحقات التأمينية لعدد 91 من العاملين السابقين بقيمة 395 ألف يورو عن فترة عملهم بقبرص. مشاهدينا في كل مكان، الشباب هو المستقبل، والبنات والفتيات هم كمان اللي بيعدوا الشباب المستقبل، هم الأمل الحقيقي لأي دولة. احنا فعلا بنبقى فخورين جدا بأي قصة نجاح في الخارج، لما بتبقى القصة دي كمان لامرأة وفتاة صغيرة تبقى قصة يعني بالنسبة لنا رائعة جدا. احنا معانا 2 من فتياتنا المصريين المغتربين في الخارج في الكويت وايضا في فرنسا. بنتعرف بداية على نهاد سعد سليمان، ونهاد هي طبعا من المقيمين في باريس وحاصلة على ليسانس انجليزي وفرنساوي من الشربون، وبتحضر ماجستير في الدراسات العليا بباريس وبتعيش في باريس وعمرها 29 سنة. اهلا بيكي. اهلا بيكي. زعلتي ان انا قلت عمرك؟ لا لسه صغيرة. لسه ما عندناش 30 عادي. طب الحمد لله. ومعانا ايضا هالة سامي، دراسات عليا في اساليب تدريس اللغة الانجليزية بتقدير ممتاز 2002، دراسات عليا في تطوير وتخطيط المناهج الدراسية، تعمل بدولة الكويت وايضا لها الكثير من الاعمال التطوعية، رئيس اللجنة الاعلامية بمؤسسة الحياة المتزنة، مؤسسة تطوعية غير قابلة للربح تهدف الى تحقيق التوازن النفسي لدى الانسان في كافة جوانب الحياة. بنرحب بيكي هالة. اهلا بحضرتك. ما قلتش سنة بس قلت التحية. تقريبا عرفنا كده. طب اشمعنى بقى؟ مش كدباية يعني. طيب هنا بعد الحلقة. المهم انا سعيده بيكم جدا، وسعيده ان احنا بدايه الحلقه تبقى مشرقه مع نجاحات جميله. ونهاد احنا التقينا قبل كده في باريس وما كنتش متصوره ان نجاحاتك هتستمر كده تتالق، يعني كنت شايفه ان انت يعني مجتهده وليكي جهود في وسط ابناء الجاليه، لكن ان انت تبقي حريصه على مستقبلك وان انت حريصه على كمان تنقلي خبرتك لمصر، ده كمان شيء مفرح جدا. اكيد فعلا. يعني اهلا بيكي. وهنتكلم بقى على الخطوات أكيد. بقى اللي انت مصره ان انت تحققيها في حياتك. هل الاعمال التطوعيه هي اللي لفتت نظري اكتر؟ بس عاوزه اعرف انت في الكويت من كام سنه؟ تقريبا 8 9 سنوات كده. اتقدمتي يعني للالتحاق بالتدريس هناك عن طريق مسابقه؟ كان في مسابقه نزلت وقدمت ليها وتم قبول الاوراق وتم عقد اختبار وتقدمت ليه والحمد لله نجحت. المدرسه هناك خاصه ولا حكوميه؟ لا حكوميه. الحكومية بتبقى أصعب، الالتحاق بمدارس حكومية الكويتية أصعب من الخاص غير عندنا هنا. يعني على مدار 9 سنوات اهتمامك بالجالية جه منين؟ والله بتبقى عندك طموحات وعندك أهداف وعندك حاجات نفسك تشوفيها لأبناء الجالية حواليكي، نفسك تشوفي المصريين في الخارج في أحسن حال، فبقى عندك حاجات وبتلمسيها من اللي حواليكي كمان، يعني بتشوفي الناس حواليكي محتاجة إيه أو حابة تعمليه، وأنت لو عندك اهتمام بالحاجات دي هتسعي في إنك أنت تحققيها بأي طريقة كانت أو تحت أي مظلة. بس أول بداية التعامل،
يعني عادة ممكن تكوني رايحة بنوتة كل اهتمامك ان انت تبقي يعني بتجيدي وبتجودي في مجال التدريس، وانا عارفة ان انت بيبقى موفرين لك السكن وموفرين لك يعني تقريبا الانتقالات وكل حاجة، فبتبقي يعني زي ما بقول في مجتمع منغلق، فأغلبية البنات بتفضل في هذا المجتمع. لكن انت فكرتي بقى تخرجي ويقبلك اعمالك كمان التطوعيه للمجتمع الكويتي والاطفال الكويتيين، فعاوزه اعرف الخروج ده جه ازاي؟ ايه اللي شجعك؟ مين اللي شجعك؟ انت انا بحب الاطفال، يعني انا جوايا بحب الاطفال جدا، ومهنه التدريس بالنسبه لي هي هوايه وليست وظيفه زي ما يعني ممكن تكون لحد اخر، فانا حابه الاطفال وحابه الاهتمام بيهم. الاهتمام بالجاليه اهتمام باصحابي باولاد اصحابي من خلال الاحتكاك بيهم، من خلال معرفه اهتماماتهم، من خلال الاحتكاك بيهم عايزين نعمل حاجه مميزه لينا، عايزين يكون لنا بصمه في الخارج تكون مميزه لابناء المصريين في الخارج. فالحاجات دي كلها بتدي جواكي دافع ان انت عايزه تعملي حاجه او تقدمي فكره كويسه تميزك بره في الخارج مع الاخرين. نهاد، انت بالنسبه لك الوضع مختلف، انت في باريس في مجتمع منفتح تماما بالضبط. مجتمع كمان يمكن بيبقى القيود عليكي انت كمحجبه بالضبط. بيعاملك معامله في بعض مختلف. الاحيان او مش من كل طبعا المجتمع، ولكن من بعض العناصر داخل المجتمع بنوع من التمييز. بالضبط. فقولي لي انت يعني اصريتي ان انت تاخدي ليسانس انجليزي وفرنساوي بالضبط وتكملي دراسات عليا، ليه؟ لان اولا انا برضو يعني انا في الاول ما كنتش هتجه للتدريس، بس انا عندي اساتذه في الجامعه من يعني حببوني في الموضوع جدا في المهنه قوي، فحبيت ان انا انقل نفس الصوره يعني اعلم الناس بنفس الاسلوب اللي انا اتعلمت بيه، يعني الاساتذه دي اتعلمت منهم كتير، فحبيت ان انا اكمل بقى في المهنه دي يعني وانقل الصوره دي بعد كده يعني ايه لمصر. يعني انا فعلا يعني قابلت مشاكل كتير جدا في موضوع الشغل هناك في باريس، بالنسبه للحجاب زي ما انتم بتسمعوا في الاخبار هو ممنوع، يعني هي بتبقى مشكله، يعني ممكن حد بيبقى عنده شهاده اقل مني بس لما بيجي يقدم بما انه هو يعني سواء بنت او راجل بس ما فيش حجاب يعني بالنسبه للبنت، هو وانا المدارس الفرنسيه منع التدريس بالحجاب بالظبط، منع التدريس للاساتذه والطلاب هي لازم نقلعها طبعا على الباب، فدي حاجة طبعا بالنسبة لي يعني إهانة كبيرة جدا أن أنا أقلع الحجاب وأنا داخلة يعني في الشارع يعني. فدلوقتي يعني أنا كنت عايشة بالظبط يعني في باريس لحد من كام يوم، وقررت أن أنا أرجع مصر بكمل برضو الماجستير اللي أنا بعمله بكمله في باريس، ومفروض أن أنا أرجع أمتحن خلال كام شهر هناك، بس قررت ان انا اشتغل هنا وقدمت هنا في كذا مدرسه، فان شاء الله ربنا يكرم. ده قرار جديد قرار يعني نهائي بقى خلاص قرار نهائي بالظبط. هل مرتبط يعني وجودك في مصر مثلا بزواج؟ يعني نهائي. عاده دايما يقول لك البنت بترتبط بموضوع الزواج. لا خالص خالص نهائي، يعني ده قرارك انت الشخصي، ده قراري انا ان انت تنقلي خبراتك لمصر. انا من زمان وانا نفسي اعمل ده، فقلت اول لما هاخد شهادتي اللي تخليني اشتغل بيها بره باريس ان شاء الله هرجع بلدي، يعني انا افيد بلدي يعني اهم من اني افيد باريس. العروض هنا عروض العمل بالنسبه لك متاحه؟ يعني في عروض كثيره اتعرضت عليك؟ في كتير وانا يعني بختار منهم دلوقتي، فربنا يسهل يعني فيها، بس طبعا بالنسبه للمرتبات مختلفه عن هناك، بس انا افضل ان انا بس افيد بلدي يعني هنا. الشباب هنا المصري بيشتكي ان مفيش وظائف ومفيش فرص متاحه، انت ايه اللي خلى الفرص تبقى متاحه بالنسبه لك، وايه اللي خلى يبقى في عروض انت بتختاري منها؟ بصي انا هقول لك على حاجه، انا كنت حابه الصراحه لما اجي النهارده اوجه رساله برضو لشباب مصر وبنات مصر كلهم، لان انا عندي كتير جدا اصحابي او جيراني او اهلي هنا في مصر بشوف التصرف ده. احنا عندنا هناك في باريس ان احنا ندور على شغل، دي يعني بننزل مش من اول يوم هننزل نقدم سي في خلاص اتقبلنا، بندور بنقعد ايام وممكن شهور وممكن اكتر، بس في الاخر فعلا يعني الجهود اللي احنا بنعملها فعلا يعني في الاخر بنلاقي نتيجه كويسه جدا ليها، في نتيجه ايجابيه وبنلاقي شغل، على عكس هنا في مصر الناس قاعده ومستنيه ان الشغل يجي يخبط عليها على الباب وكده. طبعا لا، انا نزلت كذا يوم وقدمت في كذا مدرسه سيفيهات كتير، كنت بنزل من الصبح الساعه 8 الصبح لحد ما المدارس بتقفل هنا في مصر، وعملت كذا انترفيو وكده وما تعبتش ولا زهقت. ممكن حد يقول لك لا في مدارس هنا في فرنساويه مش عايز اذكر اسماء بس مانعين الحجاب، فدي طبعا انا بالنسبه لي مش هربانه من هناك عشان حتى في مصر يعني لا. فانا كنت مصره يعني انا يعني بما اننا احنا عندنا الفكره شويه بتاع هناك ان احنا يعني بنبقى عايزين نوصل لحاجه بنوصل لها،
فاحنا هنا ما انت عنديش مولوده، الياس، انت مولوده في باريس. مولوده هناك وطول عمري عايشه هناك، يعني بتحملي كمان الجنسيه. بالظبط. فلا صممت واصريت والحمد لله، يعني في كتير وانا اختار بقى. طب احنا معانا مداخله تليفونيه من استاذ عبد المنعم السيسي من الكويت. بنرحب بحضرتك يا فندم، مستشار الاعلامي بالكويت. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني احنا دلوقتي طبعا بنتعرف على نماذج حضرتك، كنت طبعا مساهم في الوصول اليها، يعني هاله، واكيد في فتيات كتير جدا زيها في الكويت احنا ما نعرفش عنهم حاجه. ده يا فندم السامع الصوت، معلش عفوا. يعني انا بقول لحضرتك احنا النهارده بنتعرف على هاله سامي، واكيد في كتير في الكويت احنا ما نعرفش عنهم حاجه زي هاله. والله هو الاستاذه هاله سامي من العناصر النشطه جدا في الجاليه المصريه وفي الكويت، واكيد في مئات زي الاستاذه هاله سامي ومئات من المصريين، بل الاف من المصريين الهجومين للوطن، المحبين لخدمه الوطن وبيسعوا لارتقاء بالوطن في كل المجالات. طب الحمد لله. ويعني انا شايفه ان في نشاط كبير جدا للجاليه الكويتيه، والنشاط بيزيد كمان من خلال، انا عرفت كمان ان ردود الافعال للحلقه اللي كنتوا فيها معانا واستعرضتوا فيها الافكار لتنميه مصر والمشاركه في صندوق تحيا مصر ابتدت بالفعل على ارض الواقع، وفي تفعيل لكثير من المقترحات. هو في الحقيقه فعلا النهارده كنا بنلتقي مع سياده المستشار عادل منصور رئيس الجمهوريه السابق، وكنا النهارده في مكتبه لتكريمه على الجهود التي بذلها سيادته خلال الفترة الانتقالية التي مرت بها مصر، وأعرب عن تقديره الشديد لهذه اللفتة لمجموعة من المصريين المحبين لمصر والمحبين لكل رجال المخلصين الذين أدوا مهمتهم على أجمل وجه في المرحلة الماضية. في الحقيقة النهاردة جالنا خبر من مكتب معالي وزير التربية والتعليم بعد الحلقه اللي احنا عملناها انا والاستاذ حسام الامام في حمله بيتنا نعمر اراضينا، والسيد وزير التعليم ابدى موافقه على المقترح اللي عرضناه في الحلقه، وهو سامع حضرتك ما حضرتك المقترح الخاص بوزاره التربيه والتعليم. المقترح الخاص بوزارة التربية والتعليم وهو تخصيص المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية لتدريب الطلبة أثناء فترة الصيف على الأعمال الحرفية وشغل أوقات الطلبة في فترة الصيف ومحاولة استغلال أوقات الفراغ، وهذه الفكرة التي أتبعها الأستاذ. تفعيل هذا المقترح إزاي يا فندم؟ يعني هو اقتنع بالمقترح ولكن تفعيله بقى هيبتدي من إمتى؟ في الحقيقه معالي الوزير ابدى موافقته على ان تكون محافظتي بورسعيد والسويس هي بدايه للمشروع. تفعيل المشروع احنا ان شاء الله باذن الله خلال الايام القادمه سوف نلتقي مع مديري التعليم في محافظات بورسعيد والسويس لتعريفهم وتوضيح افكار او فكره المشروع في محاوله لتفعيله ان شاء الله من السنه القادمه. والموافقه اللي خرجت من مكتب معالي الوزير بتقول ان حمله بيدينا نعمر اراضينا ستكون هي المشرفه بشكل عام على هذا المشروع بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم. انا بشكر حضرتك جدا سياده المستشار الاعلامي عبد المنعم السيسي، اهلا بحضرتك ومزيد من التوفيق لحمله بيدينا نعمر اراضينا. شكرا لحضرتك. مجهودات حلوة والأفكار حلوة وكله حاطط فعلا تركيزه الأكبر في التعليم، وانتوا برضو داخلين في هذا المجال بقلب مفتوح. هالة انت ليكي مبادرة رائعة جدا في الكويت، وانت اللي ابتديتيها مع نفسك، محدش حتى طلبها منك، وهي القراءة يعني القصص الإنجليزية للأطفال الكويت في المكتبات العامة. كلميني على هذه المبادرة وابتديتيها لوحدك ازاي؟ هي الفكرة في ان احنا كنا عايزين ننمي مهارة القراءة عند الاطفال في العصر اللي طغت فيه وسائل التكنولوجيا والانترنت وخدت الاطفال بعيد جدا عن الكتاب والمكتبات، فحبينا ان احنا نربطهم تاني بالكتاب والمكتبات من خلال نعمل امسيات ثقافية. بما اني انا تخصصي لغة انجليزية فانا بالنسبة لي افقه فيها اكتر من اي حاجة تانية، فبدأنا نقدم امسية كل شهر. المفروض ان احنا بنختار مكتبة
بتواصل معاهم، برتب. انت كونتي مجموعه ولا انت كنتي لوحدك في الاول؟ لا، هو انا معايا مجموعه من الاطفال اولاد اصحابنا، وبعلن على الانستجرام على الفيسبوك، فاتكون مجموعه عندها الرغبه في ان هي فعلا تنمي اولادها وتنمي نفسها في نفس الوقت. لكن انت في الاول كلمتي المكتبه نفسها وابديتي الرغبه فيها؟ بالظبط. بالظبط، ولقيت فيه اقبال كويس جدا، يعني حسيت ان الفكره. فبقى عندك يعني مجموعه من الاطفال حريصين ان هم يحضروا كل شهر القصه اللي انت بتقريها. بالظبط، ما هو لو ما فيش اطفال ما فيش مشروع. لا بس حلو، جميل ان هم يعني يكونوا ثابتين، يعني كمان تمام. مش متغيرين، يعني بينتقلوا معاكي. تمام. فبدانا نفكر في ان كل شهر يكون مكتبه مختلفه، يعني انا كان عندي فكره ان انا اعرفهم بالمكتبات المختلفه بالكويت، مش في مكان ثابت معين. فكل شهر بتفق مع مكتبه، سواء مكتبه عامه او مكتبه خاصه، وبلاقي ترحاب جدا والناس بتستقبل بسرور، وبتعمل لنا تيسيرات كمان، يعني بتقابل اطفال بحلويات او حاجات كمان. وفي ناس بتعمل ديسكاونت او كوبونات كمان، الخصومات للاهالي اللي هتشتري من المكتبات. لو انت كمان بتجيبي هدايا على حسابك. واجيب هدايا عشان اشجعهم، حاجه يفتكرونا بيها بعد اللقاء يعني. لا رائع جدا، رائع جدا ان انت يعني ما فكرتيش قلتي لا انا يعني انا مش في بلدي، فيعني لا حسيتي ان فعلا الكويت بلدك الثاني، وحابه ان انت طبعا تنمي الاطفال، وحبك للاطفال يعني رائع جدا. تسلمي. هو الموضوع لكل الجنسيات، يعني هو الموضوع مطروح لكل الجنسيات، بس اكتر حد بيحضر كمان الجاليه المصريه، يعني الاطفال الجاليات المصريات اللي مواظبين اكتر حد، لكن هي مفتوحه في ناس من مختلف الجنسيات بيحضروا ومواظبين معانا كمان. لا ده فده اللي بيدي الفكره نجاح اكتر. ومزيد من التوفيق في هذا تسلمي. المشروع باذن الله. تسلمي. نهاد، اول بقى خطواتك في مصر ناويه تعملي ايه؟ يعني انت بتقولي ان انت هتقعدي، وده بعد طبعا ما تكملي الماجستير وترجعي مره اخرى، وهتتجهي للتدريس، ايه اللي حاطه برضو في دماغك ان انت تسيبيه علامه في هذا المجال؟ بصي انا هقولك على حاجه، انا كنت لسه بتكلم قريب مع ناس صحابي، بما ان احنا يعني شايفين ان البلد ان شاء الله بدات ترجع تاني تقوم على رجليها، فده الوقت المناسب ان صراحه كل الناس في يعني كل الجاليه المصريه اللي على مستوى العالم محتاجين ان حتى الوقت القليل حتى في الاجازات اللي بتنزلها مصر ان احنا يعني نساعد شويه، يعني كل واحد بتخصصه، سواء الدكتور سواء يعني المدرس سواء المهندس، اي حد الصراحه قادر ان هو فعلا يعني يدي اي يعني حاجه للبلد دي. مثلا في التدريس انا كنت بتكلم يعني بالنسبه لتخصصي، كنا انها مثلا الفرنساوي هنا في مصر يعني ممكن الانجليش هنا غالب قوي، يعني فرنساوي قليل، وحتى الناس اللي بتتكلم تعتبر لغه ثانيه. بالظبط. فاحنا حتى ان احنا في المدارس الحكوميه او حتى المدارس الخاصه، لو احنا خصوصا بتهيألي هي الخاصه مش محتاجه قوي، بس خصوصا المدارس الحكوميه ان احنا ندي لنفسنا وقت ان شاء الله، حتى واحنا شغالين يعني حتى جنب الشغل هنا، ادي ان شاء الله يوم في الاسبوع او حتى في الاجازات اللي انا بنزلها ادي لنفسي وقت ان انا يعني اتبرع انا شويه بمهنتي. انا مش خسرانه حاجه، بالعكس انمي شويه الاطفال دي، ادي كورسات ببلاش. ده كله يعني في تفكيرك، لكن لسه لا لسه ما تجهتيش للخطوه. لا طبعا لسه، لان انا ما بقاليش كام يوم راجعه يعني وكده، فبس كل ده انا يعني نفسي اعمله، يعني حتى ان شاء الله يعني الواحد يقدر ويعمل يعني مشاريع خيريه تانية جنب شغله يعني وكده. بس انا بالنسبه لي كتخصص دي الحاجه اللي انا يعني هقدر دلوقتي اعملها. انت كنت نشطه جدا مع الجيل الثاني طبعا، كل الشباب اللي في اعمارك تقريبا كنتوا بتحضروا دايما لامسيات مصريه، وساعات كتير قوي بيبقى ليكوا رحلات خاصه بيكوا. كان من ضمن الرحلات يمكن ان انتوا سافرتوا انجلترا في يعني في احد الماتشات الخاصه بالمنتخب المصري اللي كان بيلعب هناك. ايه اللي كنتوا بتعملوه اكتر يعني عشان تفضلوا متجمعين كجاليه؟ لان انا شايفه ان الشباب المصريين اللي من جيلكم انتوا اكثر ترابطا من الجيل اللي قبلكم. ايوه، احنا كان اللي بيحصل ان احنا كنا اولا النت يعني رابطنا قوي، فدي حاجه. فكنا حتى لما بالظبط عاملين في جروب على التواصل الاجتماعي، في جروب في معدي تقريبا 1900 اعتقد، فكنا اسمه الجروب لو انت مصري تبقى، بس هي بالفرنساوي سي تي ايجيبسيان توي ثلاث نقط، فهي دي احنا كنا كلنا عليها يعني. فلما حتى لما بنيجي نتقابل بنتقابل عن طريقه، يا جماعه في حد ممكن ينزل بوست يقول يا جماعه احنا زهقانين بقى لنا وقت ما شفناش بعض مش عارفه ايه، ممكن نتقابل وكده. فكنا بنتقابل كده يعني بالطريقه دي، كان النت فيسبوك هو اللي ربطنا اكتر، كانت كلها خروجات. احنا كنا سعداء يعني ان احنا انضمينا لرحله مره معاكم
في باريس كانت بالنسبه لنهر السين. في نهر السين بالظبط، فكانت رائعه برضو، كان بالظبط، جو مصر فكان رائع. جو حلو قوي. حتى احنا لما سافرنا انجلترا للماتش كنا اجواء مصر قدام الاستاد بتاع القاهره كان موجود هناك، وكنا بيصورونا وكده من اللي هما شايفينه يعني، فبننقل نفس الصوره اللي هنا موجوده في مصر بره يعني. طب انتوا من خلال بقى اختلاطكم ببرضو جنسيات مختلفه، وفي اغلبها جنسيات طبعا فرنسويه، ايه اللي اكتر الحاجات اللي انتوا بتبقوا حريصين على ان انتوا تنقلوها عن مصر؟ هقول لك، الاول كان بنتكلم على تاريخ يعني اللي هو التاريخ والحضاره بتاعت مصر. الناس كانت بتبقى منبهره من ساعه طبعا اللي حصل في مصر، المشاكل اللي حصلت والكلام ده. طبعا الصوره اختلفت تماما بالنسبه لاي حد بيقول انه مصري. كان زمان الناس بتنبهر لما بتقول لهم، بتقولي الجنسيه فتقولي مصري، دي الناس كانت بتتخض، واو بجد شفتي الاهرامات، وكانت الناس بتبقى منبهره للناس اللي عمرها ما زارت مصر. الناس بقى اللي زارت دي طبعا، واو ده انتوا بلدكم تحفه، ده انتوا كذا. دلوقتي طبعا الصوره اختلفت تماما، وبقينا مضطرين دايما ان احنا نفهم الناس، يا جماعه اللي انتوا بتشوفوه في الاعلام ده يعني مش صوره مصر، يعني القناه اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي مش دي مصر، ده مش حاصل يعني، انا بسافر وبشوف وكذا. فبقينا يعني محللين سياسيين طول الوقت عشان نلحق يعني نوصل الصوره الحقيقيه للي حاصل جوه بلدنا، لانهم مشوهين طبعا الصوره دي بره. الاعلام طبعا موجهه طبعا، حتى الاعلام هناك برضو يعني هو ضد خالص الطريق اللي احنا ماشيين فيه خالص، لان احنا عارفين هناك الاعلام اللوبي، اي لوبي اللي ماسك الاعلام هناك. فبقينا دلوقتي الحاجه الوحيده اللي احنا حريصين عليها، أول لما حد بيتكلم في السياسة بالنسبة لمصر، انتوا مبسوطين من الرئيس ده، انتوا ازاي انتخبتوا تاني، انتخبتوا رئيس من المؤسسة العسكرية ازاي والكلام. فبنبدأ نفهم احنا جيشنا مختلف عن بقية الجيوش، احنا مش زي بقية البلدان، احنا جيشنا ده فخر، ده هو اللي عمل كذا، ده هو اللي عمل كذا. فبنرجع بالتاريخ، ساعتها بيقتنعوا. فمحتاجين بقى ناس يعني، بوجه برضو رسالة للشباب الجالية المصرية في باريس وغيره، لان في كتير قوي ما عندهمش اي فكره ولا باك جراوند على التاريخ بتاعنا، ان احنا نقرا شويه ونثقف نفسنا شويه ونهتم اكتر ببلدنا عشان لما ننقل الصوره ننقلها صح، يبقى عندنا ثقه بالنفس. بالظبط. وهالة متخصصه في الثقه بالنفس، وعندها كمان مشروع يمكن عمل يعني غير يعني، او مؤسسه غير يعني هادفه للربح، فهي من المؤسسات اللي بتنشا حاليا في الكويت، مؤسسها مصري. فكلميني عن مؤسسة اتزان النفس. مؤسسة الحياة المتزنة. الحياة المتزنة. رئيس المؤسسة الأستاذ الدكتور أحمد سمير، هو مصري. المؤسسة بتضم عناصر من كافة الجنسيات، وبرضه ملهاش علاقة بالأديان وبالسياسة وبأي حاجة بتفرق يعني. هدفها بناء الاتزان في جوانب الإنسان السبعة، بناء من الجانب الروحاني، الشخصي، الأسري، الاجتماعي، المهني، الخاص، العائلي، وهكذا. المفروض ان كل واحد فينا يكون عنده توازن في الجوانب السبعه. وانس ان عندك في جانب او اكتر في دروب فيهم، فبتحس ان حياتك مش متزنه، او في جانب بيطغى اكتر، سواء كان جانب مادي او عائلي او. المفروض ان اللي بيدخل مؤسسه عندنا بتعمل له استماره او استبيان، بيتم تحليل كافه الجوانب من خلال اسئله بتجاوبي عليها، بيتعرف عندك ايه هي نقاط القوه وايه النقاط اللي انت محتاجه شويه دعم فيها. بتتوجهي لمسكين اللجان، بيتقدم لك محاضرات وورش ودروس معينة في الجانب ده، بتنمي إدراكك وفهمك للحياة، وفهمك إزاي أنت توازني بين الجوانب الموجودة دلوقتي حاليا. فبيحصل فيه توازن بقى، فبيحصل استمتاع بالحياة. يعني هيبتدي الإعلان عن، أو هتبتدي هذه المؤسسة العمل، وهناك مؤتمر خاص بيها. هي بدأت بالفعل وتأسست 2013 2012، هي من زمان جدا بدأ بس بشكل تطوعي غير مؤسسي، لكن مؤخرا تم عمل شراكات مع إدارة مساجد حوالي، وشركة أفيروس إنسباير في الكويت، وشركات أخرى. أول ملتقى هيتم لمؤسسة الحياة المتزنة هيكون يوم 30. بس أنت قلت لي إن في هناك مؤتمر هيعقد في جامعة العربية. الجامعة العربية المفتوحة. يوم 30 الشهر الحالي أغسطس هيكون أول ملتقى للحياة المتزنة. الملتقى هيكون عبارة عن نافذة بتلقي الضوء على الجوانب السبعة للحياة المتزنة من خلال محاضرات مختصرة وتعريف بالمؤسسة وأهدافها، وهي تطوعية غير ربحية عشان اللي حابب يشترك معنا ينضم فيه. ده طبعا لكل الجنسيات العربية. كل الجنسيات مفتوحة وتطوعية غير ربحية. كيفية الاشتراك؟ الاشتراك فيه عندنا يجوا المؤسسة على صفحة الفيسبوك LPO اللي هي مؤسسة الحياة المتزنة Life Principle Organization،
وفي على المواقع كلها، في الانستجرام والفيسبوك وتويتر واليوتيوب وكل حاجة، وإن شاء الله. فمن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يعني أي حد حابب إن هو يشارك في هذه المؤسسة وفي هذا المؤتمر. تمام. طيب معانا تليفون من الكويت، أستاذ وليد زهيري. ألو ألو، أيوة، مساء الخير يا أستاذ وليد. أهلا وسهلا، مساء الخير، إزي حضرتك؟ إزي حضرتك وأهلا بمداخلتك، اتفضل. الله يخليك، تسلمي حضرتك. والله أنا بس يعني حبيت أعمل مداخلة بخصوص موضوع البرنامج. هو موضوع حيوي وجاد جدا ومهم جدا بالنسبة لنا كمصريين مقيمين في الخارج، وهالة سامي نموذج مشرف بالنسبة لنا، وهي معنا حضرتك يعني عضو معينة في ملتقى سين سينمائي، بنعرض أفلام سينما، مقدمة الملتقى مع الأستاذة رنا المحمود. طب ده رائع، ده جانب احنا لسه ما اتكلمناش عنه، ما نعرفش عنه حاجة. سوري اذا كنت حرقت. لا لا بالعكس، ده بالعكس ان انت تقول لنا عشان نتكلم ونعرف برضو. الله يخليك. مزيد من يعني من المعلومات عن هذا الملتقى. هي حضرتك الاستاذه هاله من حيث المبدا ما شاء الله عليها يعني متعدده المواهب يعني والاهتمامات، واضح يعني هي ما بتعرفش تقعد، يعني لازم يبقى عندها اشياء بتشغلها. ده جيد جدا بصراحه، يعني نموذج مشرف لاي فتاه مصريه في الخارج يعني. شكرا يا استاذ وليد جدا، شكرا على مداخلتك وعلى هذه الاشاده، وده اللي احنا منتظرينه من ولاد البلد والوحده، ولازم يعني في الفتره القادمه يبقى كل ايدينا في ايدين بعض. يعني انا متاكده النهارده ان هاله ونهاد هيطلعوا بمشروع مشترك او فكره مشتركه هتربط ما بينهم، سواء يعني هم في اي دوله، يعني لو في باريس او في الكويت او في مصر هنا، فهتلاقوا يا جماعه الخطوط بتلتقي من اجل فعلا تنميه هذا الوطن. يعني نهاد، واحنا بنتكلم وبنقول اكتر واكتر عن الدور والثقافه اللي المفروض دلوقتي الشباب يتحلى بيها لمواجهه الاخر، وان في ناس فعلا بتستخدم كل المعلومات المغلوطه للضرر بتاريخ مصر. صح. ده يتم عن طريق مؤسسه ولا ده يتم عن طريق الفرد نفسه؟ تهيألي هو اولا الفرد نفسه، لان هي في ناس يعني ما بتحبش تدور على الحقيقه، فهي بتجيلها صدفه. يعني انا مثلا هي بتبقى صدفه ما بيني ومثلا ما بين زمايل ليا في الشغل، او ما بين ليا اصدقاء او جيران، او صدفه يعني اتقابلت مع حد فعرف ان انا مصريه، فيا طب يسال السؤال، هي بقيت على طول كده. فانت لازم تبقي مجهزه نفسك بالظبط. فهو الواحد ما دام يعني واثق من نفسه وعارف تاريخه وعارف كل وده بيبقى اكثر تاثيرا اعتقد. طبعا، يعني لان هيقرا الاتصال المباشر مع البشر بيبقى اكثر تاثيرا بالزبط. من يعني حتى وسائل الاعلام بالزبط. او هيقرا اصل بصي هيقرا على النت كمان معشرك. ايوه، بعدين هيقدر يسال السؤال بدل ما يعني هو بيقرا حاجه هو خلاص هو قرا اقتنع او ما اقتنعش، هو مش هيقدر يسال سؤال بقى. طيب هو عنده تساؤلات على الحاجه اللي هو قراها دي، طيب لا لما يبقى في شخص، طب انا طب بس ازاي مش طب انا شفت فيديو مش عارف، طب وريني الفيديو هشرح لك، لا دول مش كذا وده ما كانش في مصر وده كذا هوريك. طيب الصوره. عشان انا هقطع كلامك لرفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي مدينه القاهره، ونرجع بعد وصال. الحوار داخل الاستوديو ما بينتهيش مع ضيوفنا طبعا في الاستوديو، هلا سامي ونهاد سعد سليمان، بجد روح جميله جدا. على طول ابتدوا يفكروا طب هنعمل ايه، طب ازاي ممكن ان احنا نشترك في مشروع يخدم بلدنا واطفال بلدنا. الكلام جميل والروح اجمل يا جماعه والله، يعني انا قاعده فرحانه بيهم جدا، حاسه بالفخر جدا ان هم فعلا مصريات وقادرات ان هم يقرروا من بكره هنعمل كذا، احنا من بكره هننزل مع بعض وهنشوف ايه مين محتاج ومين مش محتاج. يعني بجد قوه بشريه واراده لو فعلا يعني كملت على خير، وشباب مصر فعلا تمكن ان هو يحط ايده في ايدين بعض كلهم، هتبقى قوه جباره، وفعلا مصر هتتغير بيكم بجد يا بنات. يعني ان شاء الله. انا فخوره جدا النهارده احنا يعني احنا معاكي، واكيد يعني الاسره كمان كل واحد. صح. على حده اسرته فخوره بيه، لان انتوا فعلا نموذج مشرف جدا وعندكم طاقه ايجابيه رائعه جدا. يا رب تبقى عدوى، يا رب كل الله. الشباب بقى والشباب كمان بتنتشف. يعني ممكن حد يغير ولا حاجه فعلا. يعني لا يتعدوا تبقى عدوى احسن من الغيره. يعني لا ما هي غيره كويسه، ما هي غيره ايجابيه بالظبط.
طيب يعني قولوا لي بقى كده، انتوا النشاطات اللي انتوا فعلا حاسين ان بلدكم محتاجاها، مش بس مساعدة الفقراء، او يعني عارفة المساعدة يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان هي حلوة وكل حاجة، بس انت اكيد حاسة دلوقتي ان في حاجة مهمة بالنسبة لمصر. احنا محتاجين توعية فظيعة، توعية فظيعة جدا، لان احنا بنشوف طبعا السماء والارض لما بنشوف فكر بره وبنشوف الفكر هنا. احنا فعلا انا دايما يعني طول ما انا ماشية يعني شفت من ساعة ما الرئيس عبد الفتاح السيسي مسك انا كنت مبسوطة جدا، قلت فعلا وشفت المشاريع وشفت الكلام ده، شايفة جدية فظيعة، فطبعا مبسوطة جدا ان البلد هتنهض. بس احنا محتاجين ان احنا كشعب الاول احنا اللي ننهض بالبلد، يعني ما نستناش المسؤولين يعملوا، لان طول ما فيش احنا نفسنا ما فيش سيستم ما فيش نظام في حياتنا، فالدنيا ما فيش اي حاجة هتتغير مهما حطوا هما قوانين والكلام ده، ما فيش اي حاجة هتمشي. احنا محتاجين توعية، حاجات زي الناس اللي طول ما هي ماشيه بترمي، مش مشكله علامات من الشباك وبتاع، مش مشكله على البلد كده كده مش نظيفه، ما كده كده في ورق على الارض، ايه يعني. كل واحد يتحمل مسؤوليه انا شفت دي على فكره مع زمايل تعرفت عليهم هنا برضو، لسه بقول لهم انتوا بترموا اساتذه، دي جريمه يعني، دي جريمه في باريس يعني طبعا يعني. فيعني ايه ده مع البلد يعني، عادي مش مشكله، هناك احنا لو لقينا حاجه بنشيلها نرمي، لو لقينا مش عارفة ايه على الجنب لا نشيل ونرمي. فهنا يعني عندناش الثقافة دي، يعني حتى لو انا مش انا اللي وسخت الارض ولا، بس لو هي في حاجة في استطاعتي ان انا اشيلها ما فيش مشكلة. يعني انا مش بطلب ان الناس تنزل كل يوم تكنس الشوارع وبتاع، لان دي حاجة مش هيعملوها، عملناها بس ايه كام يوم عملناها بعد وبنبطل. ثورة احنا 25 مشكلتنا يناير وعملناها بحب بس وكل عملناها واحد ايه قدام بيته جنب، يعني عندنا كتر بس بنعملها يوم. احنا مشكلتنا ان ما عندناش استمرار الاستمرارية خالص، يعني ما عندناش استمرار في الحاجة، بنبدأها يوم نفرح بيها وخلاص، شفتوا الجمال صورنا حلو طب خلاص ما نكملش. فاحنا محتاجين توعية جامدة جدا بالنسبة للإعلام، ان احنا مش كل حاجة بتطلع في التلفزيون نصدقها، ندور احنا بنفسنا على الحقيقة، يعني ندخل احنا ونشوف فين ونقارن ونفكر، يعني اهم حاجة ان احنا نفكر، ما ناخدش المعلومة كده من التلفزيون ونحتفظ بيها وبناء عليها نتصرف، لا. ولا حتى ساعات من برضو يعني من تعاملي مع الجيل الثاني والثالث في معلومات خاطئة حتى في بعض الكتب الدراسية يا جماعة، يعني المناهج اللي بتتكلم على انتصاراتنا في 6 أكتوبر في كثير من البلدان محرفة، صح. يعني لازم دي حقيقة. نبقى يعني عارفين تاريخنا كويس من مصادر موثوق صح. فيها. احنا فعلا في تاريخ فرنسا مثلا، احنا عامه اللوبي اليهودي هو اللي مسيطر في فرنسا على الاعلام على الدراسه في الحكومه في كل حاجه، فكله لما بيطلع بيبقى يعني لازم اللوبي اليهودي يبقى فيه تصديق منه. فبالنسبه مثلا لكتب التاريخ، احنا اتعلمنا في ثانوي بالنسبه لحرب اكتوبر ان هي ما كانتش حرب، دي اسرائيل اللي حصل، يعني حصل اتفاق ما بين مصر واسرائيل، اتفاق سلمي مفيش حرب. فطبعا انا دي حاجه لما كنت طبعا بيدرسوها لي همتحن فيها لازم اكتبها، فطبعا اكتبها حاجه مش هقدر اخالف المدرس بتاعي فيها هسقط، فمش هينفع. لكن طبعا انا بعد كده بقى بتكلم مع زمايلي ان لا الموضوع مش صح، احنا حاربنا وكنا صايمين وكان في رمضان وكده وكان في عز الظهر وما كانوش متوقعين، وهم كان عندهم عيد اساسا وده بيدفع ساعتها والكلام ده، الاخرين ان هم يبحثوا عن الحق. لما بيجي بقى فعلا خد منك المعلومه، يعني شوفي هو التعليم غلط، يعني ما هو هو يعني هو كبر على تعليم خاطئ، فما يجي بقى يسمع معلومه منك زي دي، لما لو انا مثلا اهلي ما دي يعني انا يعني واخدها من دي الاب بالظبط والام واخدها من بابا وماما، فيعني ده طبعا بيبقى الركع على الاسره، لو في وطنيه وفي انتماء للبلد هنعلم ولادنا يعني ايه وطنيه، هنعلم تاريخنا لاولادنا، هنعلم يعني ايه حب بلدنا. فطبعا بوسائل دي بسيطه كلها جدا، مجرد ان انت بتحتفلي بالمناسبات الوطنيه بالزبط دي انت بتعلمي بالزبط. تاريخ. احنا نفتح بس التلفزيون في الاعياد بتاعتنا 6 اكتوبر ونشوف الاغاني احنا التلفزيون بنحبها المصري قوي، على طول بس احنا على طول خليكم من بس واحنا على صغيرين التلفزيون التلفزيون المصري، وحتى قبلها كنا يعني قبل حتى الفضائيات مش عارفه ايه كان ممكن شرايط فيديو افلام مصريه وكده، الحاجه الوحيده اللي كنا بنتفرج عليها هناك في التلفزيون الفرنساوي كان الكرتون بس، كرتون بس كنت اتفرج عليه، غير كده احنا يعني انا حتى ما عنديش يعني خبره قوي في موضوع الافلام ولا الفنانين بره وكده، لان احنا كان كله تلفزيون البيت مصري حاطط نظام بالظبط، كان على طول التلفزيون المصري ماما وبابا مشغلينه، فعندنا خلفيه الحمد لله كويسه جدا عن تاريخنا وعن حروبنا والكلام ده. ف احنا مطلوب بقى ان احنا نهتم كمان بترجمه القصص
ويعني انتوا الاثنين اعتقد ان انتوا نواة للمترجمين، يعني انتوا الاثنين يعني متخصصين في اللغة سواء الفرنسية او الانجليزية، فانتوا عندكوا ده، احنا عندنا مفيش الاهتمام بالترجمة، ونهوض الشعوب يعني او نهضة اي شعب بيتم على اساس الترجمة في بداية الامر. هالة هلا، كنت عايزة أعلق على النقطة اللي هي قالتها إن مهمة جدا بالتاريخ، إن في الفكرة اللي جاية في مشروع القراءة للأطفال، الفكرة بتاعت القصص والقراءات عن تاريخ مصر وعن الحضارة انت المصرية. خدتيها دلوقتي من الكلام. شفتي؟ لا شفتي؟ لا 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 يعني احنا اوحينا لك لا، بحاجه سعيده، يعني حاجه تسعدنا يعني. هي موجوده من بدري، لان احنا اتكلمنا مع والله اصدقائنا هناك عندهم مشكله. المشكله جايه من ان هم بيدرسوا تاريخ البلد وتربيه وطنيه، مثلا في الكويت اللي هتبقى عن الكويت، في اي بلد تانية هتبقى عنها، فما فيش تاريخ او اي معلومات يعني خاصه بمصر نهائيا. طب هم هيستقوا المعلومات دي منين الا اذا كانت اسره زي اسره نهال مثلا مخصصه قناه المصريه بس، لكن هناك مش كده. طب احنا ازاي هنقدر نوصل المعلومات دي لاولادنا لما بيرجعوا؟ بيبقى فيه مشكله جدا بالذات في مرحله الثانوي، لان درسوا جغرافيا وتاريخ وكل حاجه عن دول اخرى غير دولتهم، فبالنسبه لهم اي معلومه بتكون عن مصر بتبقى مفاجاه بالنسبه لهم وبتبقى صعبه. فاحنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله، انا بقولها على الهوا لان انا اطبقها غيري يطبقها، مش مهم مين صاحب الفكره، صح. المهم بتطبق ازاي وتوصل ازاي وتوصل للهدف بتاعها في النهايه. ان احنا عايزين نعمل من ضمن الامسيات الثقافيه للقراءه للاطفال باللغه الانجليزيه، هيبقى جنبها جزء عن الحضاره المصريه، عن التاريخ، عن الجغرافيا، عن الاماكن السياحيه، عن محافظات مصر، عن الاشياء اللي هي مشهوره بيها، ازاي تقدميها بطريقه مسليه ومشوقه وفي نفس الوقت تعرفي توصلي حاجه عن بلدك صعب جدا ان هم يوصلوا لها بره بطريقه او باخرى. يعني يعني كمان فبالفعل يعني اعتقد ان انتوا محتاجين ان انتوا هنا في مشروعات كمان جميله قوي جديده في مصر. يعني انا بدعو كل الاسر ان هم ياخدوا اولادهم القريه الكونيه، لان فيها كل النماذج للتاريخ المصري وكل يعني زي ما بنقول علامات الحضاره، وفي نموذج لنهر النيل، في يعني مكان بيجمع مصر كلها في عدة يعني أمتار من الأرض، بس بجد مكان رائع جدا للأطفال إن هم يتعرفوا على تاريخ مصر الشامل وكل المعالم السياحية المصرية. الترجمة، أرجع للترجمة، إن أنا بهتم قوي بالترجمة. الترجمة دي بتعرفنا يعني كتير، وكمان بتعرف الآخرين من الجنسيات الأخرى كتير عننا. طبعا، لان اي ثقافه اي دوله هتعرفيها منين مثلا غير من الترجمه؟ يعني ما تقري كتب او تترجميها، في ناس مش بتعرف اللغه، فاذا انت ساعدتي في ترجمه الكتب لاخرين غير مثلا ناطقين باللغه نفسها فرنسيه او انجليزيه او غيرها، فبتقدري توصلي للثقافات الاخرى او التراث او الحضاره او الفكر او ما وراء المترجم. يعني هل احنا محتاجين يعني اهتمام اكبر بالترجمه خاصه في ما يتعلق بالتاريخ المصري؟ هو محتاجين اهتمام اكبر بالقراءه عن التاريخ المصري قبل ما يترجم اساسا، يعني قبل لا مرحله حلو الصراحه. الصراحه قبل الترجمه محتاجين الاهتمام بالتاريخ المصري كويس والقراءه عنه. وفي على نفس الدرجه في ناس كتير مهتمه وبتقرا، فهي بالنسبه لها الترجمه بتضيف معلومات زياده او اكتر للمهتمين اكتر من اللي مش مهتمين. طيب احنا معانا اتصال من استاذ احمد، أستاذ أحمد زحام، من طبعا الكتاب الرائعين في أدب الأطفال. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وإحنا بنتكلم عن أهمية التاريخ المصري وإن إحنا ننقله لأطفالنا بطريقة شيقة وبعدة لغات مترجمة. أيوه، هو المحاولة أو هناك محاولات عديدة من كتاب الطفل لقراءة الأدب الأطفال الفرعوني. أيوة، هذا الأدب اللي فعلا البعض يقول أن أدب الطفل لم يكن موجودا، وهذا كلام غير صحيح بالمرة. حيث أنني قد أقمت دراسة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة في أدب الطفل عن الفراعنة لمدة عامين متتاليين، واستطعت أن أحصل على يعني قراءة في ورق البردي، وعديد من الحكايات الفرعونية فعلا مكتوبة للأطفال. نستطيع أن نقول أيضا أنه عالم ثري ومطلوب أن يطلع عليه الآخرون،
طيب كيفية الحصول على الكتب المخصصة للأطفال اللي بتبقى يعني مضمونة المصدر يا فندم؟ يعني أنا معايا انا 2 من قصدي ان الشابات الرائعات المهتمات بتعليم الأطفال، فالحصول على القصة أو الكتاب الموثوق. هناك سلسلة للأدب الفرعوني موجودة في دار الهلال برئاسة تحريرها الكاتب محمد الشافعي. أيوة هذه السلسلة موجودة منذ سنوات ولي أكثر من إصدار بها، ومتوفر كل إصدارات هذه السلسلة في دار الهلال نفسها. شكرا جدا الكاتب القدير الاستاذ احمد زحام، شكرا على هذه المداخله، شكرا لحضرتك والمعلومات، وادينا عرفنا مصدر موثوق منه ممكن جدا نبتدي بيه. فاعتقد يا هلا انت على طول هتروحي فورا. وانا وراه يعني محبه برضو للقراءه يعني. انا بحب جدا. بتحبي؟ جدا. والاطفال كمان يعني، حتى قبل التدريس انا كنت بشتغل في حضانه كمان، فيعني انا الاطفال انا بعشقهم يعني. فبالنسبه للقصص وكده يعني التعامل مع الاطفال صعب. جميل جدا. انا عارفه ان انت طبعا يعني دراستك كلها كانت يعني باللغه الفرنسيه، وايضا ماجستير في السوربون، لكن التعامل مع الاطفال محتاج ان انت تبي مؤهله. ما هو بصي انا هقولك على حاجه، انا لما درست فرنساوي هو يعني انا كان تخصص انجليش وفرنساوي، بس انا تخصصت اكتر وحبيت ان انا ادرس اللغه الفرنسيه اكتر، يعني بحب اللغه دي جدا. في اللغه الفرنسيه لما تخصصت فيها كان في يعني ماده بالنسبه لي كانت اختياريه، بس لو انا هدرس للاطفال كان اسمها يعني الوسيله او الطريقه لتعليم الفرنساوي للاطفال. كان عندنا دكتور كبير جدا معروف على مستوى العالم، بيسافر كل البلدان، مصر، وعارف مصر كويس قوي، المغرب، تونس، الجزائر، كل البلدان العالم بيسافرها وبيدرس الماده دي. فبيعلمنا يعني الطريقه اللي احنا نعلم بيها الطفل خصوصا اللغات. مثلا احنا اتعلمنا ان الطفل ابتداء من سنتين ثلاثه عنده قدره استوعاب فظيعه جدا، ان هو يتكلم فوق ال5 لغات. الطفل بيقدر هو يحدد المكان اللي هو بيتكلم فيه اللغه الفلانيه، يعني بيتكلم مثلا في البيت مع مثلا البيبي سيتر بتاعته، مثلا هنفترض ان هي من الفلبين فبتتكلم انجلش معاه، فهو عارف ان مع الشخص ده حتى لو هو عنده 3 4 سنين هيتكلم انجلش معاها وفاهمها. بره البيت لو راح مثلا لجدته وعارف انها بتكلمه مصري، مع باباه ومامته هيكلموه فرنساوي، فهو مهما علمتيه من كم يعني مهما اتعلم كم من اللغات بيقدر يفرق وبيقدر برضو يستوعب، يبقى عنده قدرة على الامتصاص جدا أقوى. جدا. فاحنا يعني كان انا يعني من المواد اللي انا حبيتها قوي هي دي، فتخصصت فيها وحبيت ان انا اكمل فيها، وانا الصورة اللي انا اتعلمتها دي ان انا اكملها وافيد بيها بقى مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ونشوف بقى شهادات تقدير يعني باذن الله ان شاء الله. هلا انت كنت يعني حصلتي على شهادة تقدير مؤخرا في مؤسسة الحياة المتزنة؟ كان في دورة اللي هي دورة اعداد القادة، كانت استمرت لمدة 2 شهر، كان هدفها إعداد جيل من القادة اسمها دورة الرواد اللي هم ماسكين أركان الحياة المتزنة، وكان حصلنا على دورات لمدة 2 شهر، وفي النهاية كان في مسابقة لأفضل 3 أبحاث قدمت أثناء الدورة، والحمد لله حصلنا على المركز الأول مناصفة كل مركز، مناصفة 2 كان المفروض إن كل 2 يعملوه مع بعض، وايضا شهادات تقدير لحضور الدوره وشهادات اخرى لاتمام الدوره التدريبيه. رائع جدا. كان استاذ وائل المتصل من الكويت قال ان انت كان من ضمن الانشطه حاجه خاصه بالملتقصين. الملتقصين استاذ وليد الزهيري. ما هو بقى هذا الملتقى سين وايه علاقته بالسينما؟ ملتقى سين هو ملتقى سينمائي بيهدف إلى إثراء مفردات اللغة السينمائية بين أفراد الملتقى، وإحنا مجموعة شباب تعرفنا على بعض من خلال دورات في المسرح وفن الكتابة المسرحية والسينوغرافيا والدراما وما إلى ذلك يعني، فجمعنا حب السينما وإنك إزاي تشوفي الحاجة بمنظور مختلف، ففكرنا إن إحنا ما تضيعيش وقت. يعني ما شاء الله يعني ما تضيعيش وقت خالص. الوقت هو اللي بيجي لي مش أنا اللي بقى. طب حلو، ربنا يرزقك كمان وكمان. ففكرة الملتقى كانت ان احنا نلتقي افلام غير ربحية من مختلف البلدان والثقافات. الافلام دي بتكون حائزة على جوائز اوسكار او دخلت مهرجانات، فانت مش بتنتقي اي فيلم يعني، انت بتنتقي حاجة مميزة. حتى الرواد بتوعنا او اللي بيحضروا الملتقى مميزين، ما بينهم نقاد وسينمائيين ومهتمين،
فدايما بيبقى في اسراء للملتقى في الافلام ومتنوعه ما بين دراما وكوميدي. بدانا بذاكيد اللي هو من السينما الصامته وتدرجنا، حتى من ضمن الحاجات اللي عرضناها كان ان احنا عرضنا مسرحيه المندلي، كان الاستاذ عبد الله التركماني كويتي، هو ممثل ومخرج كويتي، وكان حضر معانا اللقاء كنوع من الاضافه والاثراء للملتقى. وكان اخر فيلم للموسم الاول اللي هو لو تابلو، كان معانا برضو الفنان التشكيلي يحيى بوسويلم، وده من اللي بيعمل اثراء للملتقى، انك انت بتحضري وبتحضر معاكي خلفيات ثقافيه مختلفه ورؤى مختلفه. انت لما تشوفي الفيلم لوحدك بتبقي شايفاه من زاويه مختلفه، لكن لما كل واحد بيشوف الاطروحه اللي طبعا يعني الرؤى بتختلف الرؤى بتختلف وتتعدد الاتجاهات، بتطلعي برؤيه مختلفه، بيديكي اسراء كمان لهذا الفيلم ولمشاهدتك لجوانب الحياه بطريقه بقى مختلفه. تمام، صح. زي جوانب الحياه. نتكلم بقى شويه سياسه في اخر 5 دقائق من الحلقه، ممكن ولا I don't like سياسه صراحه؟ انت ما بتحبيش السياسه، بس احنا داخلين على الانتخابات البرلمانيه، واعتقد ان واجبنا كشباب ان احنا كمان نقرر يعني اللي هيكون عليه شكل البرلمان القادم، لان ده مهم قوي. نهاد، انا عارفه ان انت محبه للسياسه جدا وشغبه جامده جدا وشغبه جدا. طب قولي لي، يعني انت متابعه جيده لكل ما يحدث الان طبعًا. بالنسبه للانتخابات البرلمانيه؟ لا لسه، يعني لسه ما شفتش اي موضوع الانتخابات البرلمانيه، بس انا متابعه السياسه في مصر. يعني طبعا انت عرفتي ان المصريين يعني في الخارج هيبقى لهم بعض المقاعد على القوائم، فبالنسبه لك الخبر ده انت استقبلتيه؟ تهيألي انه حاجه كويسه لو هي الناس فعلا يعني على قدر المسؤوليه. يعني مش اي حد في الخارج، احنا يعني في باريس مش اي حد في يعني من الجاليه اللي موجوده انا شايفاه يعني حد دلوقتي انه مناسب انه ياخد مقعد. مش شايفه ده يعني بالنسبه للناس اللي انا عارفاها او الناس المشهوره شويه يعني هناك. بالنسبه لنا يعني هو حاجه كويسه عشان تمثل. عده اسماء مرشحه على القوائم. أي. هنا بقى دوركم انتوا كشباب ان انتوا تختاروا الانسب. دي اكيد طبعا يعني، وبعدين احنا عددنا قليل، مثلا في فرنسا احنا العدد مش كبير، الجاليه المصريه في باريس ما احناش كتير. فطبعا الناس بتبقى عارفه بعضها، فطبعا لما هتيجي الاسامي بتاعت المرشحين طبعا هنقدر نفرق. يعني دي حاجه اكيد هي حاجه كويسه بالنسبه يعني عامه للمصريين في الخارج كلهم، لان يبقى حد بيمثلنا، يعني لان احنا بنبقى فعلا مفتقدين الحته دي ان احنا كمصريين بره. والمطلب كان يعني بالزبط. موجود، ويعني كان في اصوات كتيره قوي بتتعالى بيه. هلا بقى بالنسبه لك الانتخابات البرلمانيه القادمه بتمثل ايه؟ بتمثل مصر جديده ان شاء الله باذن ان شاء الله يا رب. طبعا البرلمان القادم هام جدا. اكيد طبعا. انت بتبني حاجات يعني دعامات اساسيه للبلد تقوم عليها، وبالنسبة للجزء الخاص بالمصريين في الخارج المفروض فعلا مش أي حد يمثل المصريين بره إلا إذا كان في شروط أو حاجات معينة متاحة. ما بتحبش السياسة؟ بتفرق ولا تجمع؟ طب انت بتشاركي يعني انت في الانتخابات الرئاسيه شاركتي ولا يعني ما بتهتميش؟ لا اكيد الواحد بيهتم وبيروح بيشارك، يعني على حسب اقتناعك طبعا. اكيد على حسب اقتناعك، انت رايك ايه فبتعملي بيه. انت مش مقتنعه مش هتروحي، فانت بالنسبه لك ليكي راي سواء روحتي او ما روحتيش. انا احترم كل الطوائف وكل وجهات النظر وما اختلفش مع حد. يعني انا اللي بيزعلني وبكره السياسه ليه؟ لان دايما عامله خلافات وما فيش اتفاق. يعني احنا مع بعض نتكلم ما فيش مشكله وكل واحد له راي سياسي، لكن الفتره الاخيره لاقت صراعات. اهم عليها. حاجه ان احنا نحترم الراي الاخر. بالضبط. واحنا اولا واخيرا ما دام ما فيش تخطي لخطوط حمراء او تجاوز للقوانين وتهديد لحياه الاخرين، فيعني لغايه هذا الخط بنبقى متجاوبين جدا ومتفاهمين، ونقدر ان احنا نخش في سجالات ونقاشات سياسيه. ولكن بعد كده لما بيبقى الامر متعلق بالامن ومخاطر الانسان وتعرض الانسان للخطر مفيش كلام. تمام، مفيش كلام. موافقين؟ موافقين 100%. انا بشكرك جدا يا نهاد، وان شاء الله اقامه سعيده في مصر. نهاد سعد سليمان بشكرك جدا. مرسي. وبشكرك يا هلا سامي طبعا على وجودك معانا، واني بقى تحياتنا للجاليه المصريه في الكويت، على وعد ان شاء الله باذن الله ان احنا نلقاهم. الانشطه متعدده، لكن احنا كنا مقصرين، بعد كده مش هنبقى مقصرين، هيبقى في عندنا زي ما بنقول كده عين على طول في الكويت تشوف لنا كل الاحداث إن شاء الله. القادمه. احنا دايما على وصال مع كل المصريين في الخارج. كل مصري يحمل الجواز السفر المصري له الحق في هذا البرنامج. احنا بنبقى سعداء بكل يعني زي ما انتم شايفين الاعمار وكل الاتجاهات وكل التخصصات. دايما على وصال، القاكم على خير ان شاء الله.